بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل مع بعض وهنعمل دلاية من السلك النحاس. هنعمل دلاية على شكل الشجرة المشهورة أو شجرة الحياة. أنا مجهزة دايرة بالحجم اللي أنا هعمل بيه الدلاية بتاعتي النهاردة، ومجهزة كمان الأحجار اللي أنا حابة أعمل بيها الشجرة بتاعتي. احنا طبعا ممكن نعمل بأي حجم وبأي حجر احنا عايزينه. عندي العدة بتاعتي القصافة والزرادية الخشنة، وعندي الزرادية اللي هي الفلات المربعة، وعندي مهم جدا في أي شغل هشتغله بالسلك النص ملي. أنا معايا طبعا النص ملي كمان، لازم يبقى معايا القصافة بتاعت الضوافر العادية، لأن هي بتلقط لي أي جزء من السلك أو أطراف السلك الصغير ده اللي هو نص ملي، عشان ما يشدش وما ينتش. احنا طبعا متفقين ان احنا لازم اي شغل بنعمله لازم يبقى رقم واحد، ما ينفعش ان هو يبقى درجة تانية، فلازم التشطيب ده اساسي في الشغل بتاعنا من السلك النحاس. الدايرة انا عملتها، هنرجع بقى للشغل بتاعنا. انا عملت الدايرة بتاعتي بالشكل ده. انت ممكن تعمليها على اي حاجة، يعني اي حاجة بشكل اسطواني عندك ممكن تقدري تنفذيها عليها، بس اللي بيشتغل في الشغل النحاس بيبقى عنده عمود الاساور ده، لان هو سهل الشغل عليه وبيحكم السلك بتاعي، انا اقدر اتحكم فيه كويس. باخد المقاس بتاعي اللي انا عايزاه ايا كان، وبعمل القفله بتاعت الدايره بتاعتي دي بالشكل ده. ان انا بجيب خلاص انا اخدت المقاس بتاعي وظبطت السلك بتاعي، باخد طرف من الاتنين بتوع السلك وابتدي ارفعه لفوق بالزرادية الفلات بالمنظر ده، كده كده، وببتدي اجيب السلك التاني والفه عليه. انا ممكن دلوقتي اشيل هو المفروض الشغل كله عشان يطلع معايا مظبوط اشتغل على العمود بتاع الاساور بتاعي. فانا يا رب بس تكونوا شايفين كويس، انا هرجع عمود الاساور بتاعي عشان احكم الدايرة بتاعتي بشكل كويس. همسك الزرادية الخشنة بتاعتي كده والف، برفع دي كده، الف على طرف من الطرفين على الطرف التاني، وفي الاخر برضو بفنش شغلي ان انا بظبطه. برضو الدايرة بتاعتي هظبطها كويس قوي. انا دلوقتي قفلت الدايرة الاولى على المسمار كده، وعندي الدايرة اللي هي الاساسية بتاعتي اللي انا هعلق منها الدلاية بتاعتي دي، لسه موجودة اهي كده. كده الدايرة بتاعتي بالشكل ده. انا ممكن اقفل دي دلوقتي وبعدين اقفلها بالشكل اللي انا عايزاه في الاخر، وانا بفنش الشغل بتاعي بقفل الدايره التانية بالمنظر ده. ممكن اعلقها بقى في الاخر في سلسله، اعلقها في جلد، ده بيبقى ايه راجع ليكي. بجيب الدايره بعد ما ظبطتها وقفلتها بالمنظر ده، بكون مجهزه عندي السلك النص ملي والاحجار بتاعتي. هي الشجرة دي اتنفذت بكذا طريقة، انا هنفذها النهاردة معاكم بشكل بسيط. ان انا بجيب السلك بتاعي النص ملي، باخد مقاس مناسب للدايرة بتاعتي وابتدي اثبته هنا، الف لفة كده بالمنظر ده واطلعها. يعني انا كده الشغل بتاعي الدلاية بتاعتي هتبقى ليها ظهر وليها وش. فانا هجيب، انا عاملة ستة من السلك اللي هو النص ملي ده، هبتدي اركبه الاول كده بشكل بسيط خالص. ان انا اعمل كده، اجيب السلك النص ملي الفه لفة على الدايرة بتاعتي واثبته الاول قبل ما اركب الاحجار بتاعتي كده. انا طبعا بشتغل بحذر عشان ما خليش الدايره بتاعتي تتعوج في ايديا كده، وبعدين هظبطهم برضو في الاخر. ودي كمان 3، ده رقم 3.
كده والف لفه واطلعها قدامي على بدايه الشغل بتاعي. هنا حطيت ثلاثه، وهنا في الناحيه الثانيه احط برضو ثلاثه بالشكل ده كده. احاول ان انا اخلي الطرفين في نفس الطول. ببتدي بعد كده اظبط واركب الاحجار بتاعتي اللي انا هحطها. انا النهارده هشتغل معاكم باللولي، وجايبه كمان الحجره دي هحطها على جنب تعمل لي شكل. هي طبعا مش شبه الشمس قوي، بس انا حابه ان انا اعملها بالشكل ده كده. هحطها هنا في المنتصف فوق كده. انا حتى هدخلها في السلكين بالمنظر ده كده. دي حجر عقيق بشكل بلون وشكل عاجبني، فعايز ادخلها معايا مع اللولي كده بالشكل ده. وابتدي ادخل، انا هدخل يعني هحط في كل سلكة ثلاثة من احجار اللولي اللي معايا. كده اللولي طبعا حجر راقي قوي، فاي حد بيلبسه بيبقى فعلا بيبقى الدلاية حاجة مميزة. أنا حطيت واحدة في طرف سلك واتنين في طرف سلك عشان يعمل لي شكل عشوائي، وهبتدي أربط السلك على نفسه بالمنظر ده كده. إن أنا بس أثبت الحجر بتاعي لغاية ما إيه ببتدي أنهي الشغل بتاعي، وأجي على اللي جنبيها وأدخل برضو الأحجار. طبعا كثافة الشجرة بيرجع لك زي ما انت عايزة، الكثافة اللي هي بتاعت الأحجار في الشجرة بترجع لك، والتصميم برضو بتاع الشجرة بيرجع لك كده. خلاص احنا ممكن بقى ناخدهم نحاول نعمل الفروع بتاعتنا. ناخد كل اتنين مع بعض كده كده، اقدر اعملها بالشكل اللي انا عايزاه. يعني مفيش بقى تنسيق معين ولا شكل محدد، انت بتعملي الشكل اللي انت حباه كده. هاخد الاتنين دول، يعني هبتدي اخد كل اتنين واعملهم مع بعض فرع كده كده. واخد الاتنين دول، انا خدتهم عملتهم فرع برضو كده. هبتدي اخد ده الفرع الاخير اللي كان لوحده، وافصل الاتنين دول كده. كده اعملهم فرع هما كمان كده. هنا فرع، واجي على دول ادخل معاهم الفرع الطرف التاني كده، واظبط وانا شغاله.
احنا بس بنظبط مع بعض الاساسيات اللي هي التركيب من فوق ومن تحت كده، اللي هي البداية والنهاية، والاحجار والشكل التشكيل بتاع الشجره ده كله متروك لك انت على حسب التنسيق اللي انت عايزاه للشجره بتاعتك كده كده. أضمهم على بعض من فوق عشان تديني شكل كويس كده. لسه عندي كذا فرع، احنا ممكن في المرحلة دي نضمهم على بعض عشان نعمل الجذع الأخير أو الجذر بتاع الشجرة كده. وباجي ابتدي اوسع مكان للجذور اللي عندي. انا طبعا عندي كده 10 اطراف او 12 طرف، عايزه اوزعهم على الدايره بتاعتي من تحت كده. هبتدي الف من تحت السلوك. اهم حاجة يا جماعة في السلوك الصغيرة الخفيفة اللي هي نص ملي، ما تخليش السلك يبقى على سلك، يعني واحنا بنلف لازم كل سلك يبقى بالمنظر ده، نخلي كل سلك ملفوف لوحده، ما نخليش طرف على التاني. اول ما احس ان الجذور بتاعتي اتلفت كويس واتقفلت كويس ببتدي افنش واقصقص بقى، بحيث ان انا ما سيبش اي طرف من الاطراف الصغيره دي. اهم حاجه بس اثبت كويس كل الاطراف بتاعتي. ممكن عايزه الف الاطراف دي من تحت تعمل برضو شكل للدايره بتاعتي، بتديها شكل كويس كده بالشكل ده، وده الشكل النهائي للشجرة بتاعتي. ببتدي دلوقتي بقى اقص الاطراف بتاعت السلك كده، ودايما اخلي الطرف لتحت، يعني اي طرف بقصه بيبقى اخره لتحت عشان لما اجي افنش الشغل بتاعي ما يبقاش بينتش معايا كده. ممكن اشد بالزرادية برضو بحيث ان انا ابقى شده كويس كده، وبالزرادية الخشنة ده بقى يعني في الاخر بقى بشطب شغلي كويس بظبطه، وبحاول اظبط الدايرة بتاعتي لانها ممكن تتعوج مني وانا بشتغل. ببتدي امسك كل طرف من الاطراف اللي انا قصيتها دي واعملها
كده بالزرادية الخشنة، ابتدي اضغط عليها بالمنظر ده والف لفات او نص لفة كده، بحيث ان انا كل طرف من دول ما يبقاش باين خالص. دي اهم حاجة في الشغل بتاعنا، التشطيب المظبوط. وده الشكل النهائي بتاعها. يا رب تكون الدايرة عجبتكم والدلاية عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.